الاب كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم انا فايقه نشطه انا وبعويتي. نوض الصباح، فطرت وجمعت داكشي اللي خصني نجمع، ما طيبتش الغدا حيت غنمشي نتغدى مع ماما، وغادي نخرجوا انا وياها واختي. غادي نخرجوا، بغاو ياخذوا شي حويجات. المهم راكم غنديكم معايا وصافي. بون انا دابا دايره ماسك لوجهي غير باش يتفتح شويه، ما بغاش ندير ماكياج وميم طون مع الصفراء وما كنخرجش بزاف، راكم عارفين ما كتبقاش ما كيبقاش عندنا واحد لاكولا غلي باين. المهم علينا، درت ماسك وغادي نلبس حويجاتي، غنمشيو نتغداو مجموعين انا وماما ومع الدارنا، زعما في الدار ماشي غنخرجوا نتغداو على برا، ومن بعد غادي نخرجوا. المهم خليكم معايا لا فيديو كامله ان شاء الله، غنبارطاجيها معكم هذا النهار اللي درناها، راكم غتشوفوها. والبنات اشنو وجدات ماما الغدا؟ دارت سالاد فاريي ديال لي بات ولي فخوي والزبيب والكركاع، المهم كتكون مخلطه، ودارت هنا الدنجال بارد، راه ديجا شاركته معكم كيجي غزال حامض. ودارت هنايا قطيبات، هادو قطيبات ديال لادند. بنات حنا خارجين، انا كنقدرش نهضر بهادشي. المهم حنا خارجين، فين ما مشينا راه غنصور لكم ان شاء الله، خليكم معنا. هاي رانيا جوزوين بعدا ليس مشمشن مشمشن. بون بنات حنا يلاه راجعين للدار، ما صورت لكمش الخرجه، ما خلوناش نصوروا في، ما مشيناش صراحه لشي بلاصه، جينا غير دي فاكتو مع رانيا، خدات شي بياسات وانا وهذا. انا ما خديت والو، لا ما خديت حتى حاجه، انا وصلتني غير شي سلعه من شيين، مشيت جبتها وغادي ان شاء الله غنشاركها معكم في فيديو بوحديتها ماشي في هذا. بون رانيا يلاه كيما قلت لكم جينا معاها نصوروا في دي فاكتو، ساعه ما كان انترديت انني نصور، قريتها تما وملي سولت واحد الفوندوس تما قالت لي راه وقعوا لهم شي مشاكل فاش يلاه حلو. راكم عارفين كثرت الناس وكثرت الاراء، وماشي غير يوتيوبرز وحده اللي كاينه، كلشي كيجي يهز بلا ما يتشاور، كيصوروا شي حوايج اللي ما خصهمش نورمالمون يتصوروا. الوغ ملي وقع لهم شي مشكل ولاو قالت لي الا بغيتي زعما تصوري سيري عندهم لا ريسبسيون، راه غيوليوك البلاصه اللي غتصوري فيها. صافي ما بغيتش نحرجهم ولا ندير شي حاجه، ماشي انتريسي انني نصور. تبارك الله عليكم كلكم عارفين دي فاكتو شنو فيها. حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، راه دي فاكتو دايرين الا خديتو دو بيس، لا ترويزيام لا تخوا ارتيكل ولا بيس بحال هكا، لا ترويزيام فابور، واللي كتكون موان شير فيهم كاملين، مثلا اللي الثمن تاعها طايح فيهم كاملين كتاخذوها فابور. المهم راه راني خدات هنايا نيت دو ارتيكل ولا ترويزيام عطاوها لا فابور، ودي ارتيكل اللي هما زوينين وان شاء الله راه غادي نرجع حتى انا هاد دو جوغ هادي، عجبوني شي ديكاب تما وشي تريكوات هكا طوال، ان شاء الله راه نقدر نصور الا خديت الاذن من عندهم. المهم انا كما قلت لكم ما بغيتش نحرجهم وصافي. صافي هادشي اللي درنا، دزنا المروه صراحه ما كاينه شي حاجه دو سبيسيال، ماشي شي حاجه زوينه، و بارابور لا كاليتي مع دي فاكتو صراحه واعره، حنا اول مره غادي ناخذو من عندهم، عجبتنا بزاف لا كاليتي ديالهم. صافي دزنا لا فونتين، خدينا حليوات، خديت سيجار ديال الحوت كيعجبوني ديال الحوت انا. صافي وغادي نمشيو فحالنا دابا للدار. ماما ما غنمشيو فين باقي؟ لا دابا في الجوان ماشي مرجان. ما غنمشيوش لمرجان؟ لا بون صافي غنمشيو فحالنا للدار، عيات عيات ماما جايه الجوع. المهم خليكم معنا حتى لاخر الفيديو، وتوصل للدار ونشارك معكم شنو خدات رانيا. بنات حنا يلاه دخلنا، المهم دخلنا نيشان الكوزينه، راه ماما قالت لكم راه فيها الجوع، درنا الحليب هنايا، غنحطو قهوه وشوكولاته هكا في القراعي، ما غاديش نديرو قهوه. صافي وداكشي ديال اتير 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 معرفتو، فرماج وكونفيتير وزيت وزيتون وصافي. المهم نديرو كاسكوت باش نشارك معكم داكشي شرات رانيا، ما حدها باقا ما جمعاتوش، راه حيتاش مصحيه تنقر. المهم غادي نشارك معكم داكشي اللي خدات رانيا، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. البنات هذا شوكولا راه زوين، غتلقاوه في كارفور، زيتون فرماج زيتون، هذا مصايبه ماما بالزعتر، فرماج حليوات سوني. علاش كيعجبك خبز مشوط؟ ها هادشي راه عندنا فطره فطري، كلشي يهز عليه الخبز مشوط، ماشي سخان فوق المقله، شوط فوق البوطه نيشان ديريكتومون العافيه. بون البنات كنتمنى الاضاءه تكون مساعده، راكم عارفين رينغلات عندي في الدار اللي ما كاينش هنايا. جيت نشارك معكم لي تخوك اللي خدات رانيا من عند دي فاكتو. لا برومو اللي كاينه ديال وايت فرايداي، راه نورمالمون هاد لا سيمين غيكمل، واقيلا هاد 3 جوغ راه ما بقاش فيه بزاف.
بون كتاخذوا كما قلت لكم جوج ديال لي زارتيكل والاخر كتاخذوه فابور ولي موان شير فيهم هو اللي كتاخذوه فابور. بون اول حاجه خدات هنايا هو هاد هذا اللي خديته برون هذا اللي خديته غراتويت هذا اللي غراتوي انا حيت هذا هو لي موان شير فيهم. لا شحال داير هذا؟ هذا 149 150 درهم فريسك صراحه غزاله. شوفوا البنات انا دابا غنوريهم لكم هكا ومي غنسالي غادي نوريكم هكا تلبسوا راني وتشوفوه هكا كيفاش كيجي في اللبسه غير من الفوق بعدا. المهم كيجيو فنين في اللبسه ديالهم. خدات هذا اللي صراحه حمقني غيبان لكم سامبل. هذا خديتيه 200 درهم هذا 200 درهم انتما هذا كيجي سامبل والاكتفاءات ديالو بحال بابيون زوينين. شوفوا كي دايرين كيجيو هكا مهزوزين شويه. وهاد البيرلاج هذا اللي كاينين اللي كاين في الكول صراحه غزيول في الكحل عجبني سورتو ملي لبساتو. هذا راه كان اختيار ديالي انا وياه عجبنا بجوج. الاول هذاك الاخر تا هو ديالك الشوا ديالك هذاك انا اللي اختاريت هذا اورانج ولا جاني بحال موطاط بيناتهم جاوبت بنادم. هذا دبابا كاين هذا ما بغيت نختار ولا هذاك تكون 200 درهم هذا لو نوار هذا. وخذات هذا صراحه لي كولور زوينين مهدنين وعرفتو كيجيو حلوين في اللبسه. هذا شحال خديتيه؟ نشوف 169 درهم نمر على لي بري كاملين فيهم. هاد بون البنات هادو هما الحويجات اللي خدات رانيا. ان شاء الله غدا غنمشي حتى انا غادي ناخذ هكا دي تروك ولكن ما غنشاركهمش معكم عاوتاني في فيديو بوحديتهم ولكن كنوعدكم بواحد لا فيديو اللي غنديروا لكم انا واختي رانيا ان شاء الله غنشارك معكم فيه اللبسات اللي خدينا وكيفاش كنسقوهم وكيفاش كنختاروا الالوان وهكذا نكون درت لكم اون فيديو ونكون عطيتكم افكار اللي بزاف ديال البنات هكا كيطلبوني عليهم. بون كما قلت لكم انا دابا غنقص معاهم ما غادي نمشي فين حتى يجي سمير يديني ولا فيديو ديال الماجي ان شاء الله غنشارك معكم دي تروك وصلوني من شيين اللي هذه ثالث مره كنتقدم منه والحوايج ديالو كيعجبوني وصلوني حتى دابا حويجات زوينين بزاف 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 انا واختي رانيا نيت اللي غنشاركهم معكم فيديو بوحديتو ان شاء الله. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو تسدوه انا وياكم. الغزالات ديالي انا جيت باش نسد لكم لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى لا فيديو يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف وما يكونش ثقيل على قلبكم. قبل ما نسد لا فيديو ديال اليوم صراحه ما جيت نوصل للدار وما جيت انني باش ندير لكم بس زعما نسد الفلوق ديال اليوم حتى لقيت راسي كملت 10000 متتبع. يعني 10K صراحه هذه واحد الخطوه زوينه بزاف بزاف بزاف. عامين وانا كنتسناها وجات بالصدفه انني اليوم كملت عامين وانا فاتحه القناه. تخيلوا عامين و10000 متتبع. انا فرحانه بها بزاف بزاف وكنبغي نقول اي واحد دعمني سواء بمشاركه ديال القناه سواء بكومونتير زوين سواء بجيم سواء برايي سواء بتشجيع باي حاجه كانت ولو بسيطه كنبغي نقول ليه شكرا بزاف بزاف. لهلا يخطيكم والله العظيم انا فرحانه بزاف بزاف. عاد واحد الفرحه ما توقعتش انني غادي نفرح بحال هكا. حسيت بها خطوه ثانيه. يعني بالنسبه لي كانت الخطوه الاولى هي انني حققت شروط اليوتيوب وتفعلت القناه والخطوه الثانيه هي انني حققت 10000 متتبع اللي صراحه كلهم متبعيني فريمون حيت القناه كتعجبهم والمحتوى ديال القناه هما مهتمين به. يعني ماشي بسبب شي حاجه اخرى ولا يعني ما داخلاش شي حاجه هكا ديال هكا بحال المسابقات ولا شي حاجه بحال هكا. يعني 10000 متتبع جاوا بوحديتهم الحمد لله. كملت فرحتي هذا النهار الصراحه والله العظيم. عرفتي ما عرفتش كيفاش غادي نهضر ولا شنو غادي نقول لكم. المهم اقل حاجه نقدر نقولها ولا اكثر حاجه نقدر نعبر بها هي شكرا بزاف 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 على التشجيع ديالكم. وصحابي وصحباتي اللي كيصيفطوا لي دابا وكيباركوا لي وكيقولوا لي كنتسناو الحفله ان شاء الله غادي تكون في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي غير نكون مزيانه ومرتاحه ان شاء الله غادي نفرح بكم كما فرحتوا معايا ونديروا حفله هكا صغيره اللي غادي نشاركوها معكم ان شاء الله يا ربي. وصافي هادشي اللي غادي نقدر نقول. جيت غير باش نسد لا فيديو ديالي اليوم. انا يلاه دخلت دابا لداري وقبل ما نسد لا فيديو بغيت نقول لكم راه لا فيديو الماجي ان شاء الله. هاد الساك هذا فيه المشتريات اللي وصلوني من شيئين ما غيبانش لكم كبير صحابكم فيه بزاف د الحوايج
في 5 د لي زارتيكل غير الكراتن كبار. المهم ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في الفيديو الماجي ان شاء الله يا ربي. وكنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. صبحوا على خير.